خلينا بقى نروح نشوف البورسعيدية اخبارهم ايه. احمد فرج زميلنا، مساء الخير يا احمد، قولي اخبار بورسعيد ايه والاحتفالات الشعبية والتأمين وكل طبعا مظاهر الاحتفال عنه. برحب بك يا لبنى، وخلينا نبتدي معاك في البدايه بان مصر بتفرح والاحتفالات هنا في محافظه بورسعيد مثلها مثل بقيه المحافظات، ولكنها كانت اكثر قوه واكثر جذبا للانظار. يعني عاوز اقول لك ان اختلفت اشكال الاحتفال وتنوعت اشكالها بالنسبه من مواطن الى اخر وفقا لاختيارات المواطنين، سواء على المستوى الشعبي او على المستوى الحكومي او الرسمي او وفقا للمحافظه. يعني سواء على المستوى يعني المحافظه او المستوى الرسمي كانت طائرات الرافال تحلق في سماء بورسعيد من لحظة إلى أخرى منذ ما يقرب من ساعة، وتقوم بعمل عدد من العروض الجميلة التي تفاعل معها مواطنو بورسعيد، بالإضافة إلى أني هنا أتواجد الآن أمام محافظة بورسعيد التي شهدت منذ دقائق يعني أو منذ ما يقرب من ساعة يعني انتهاء ماراثون أو يعني المسيرة الشعبية الكبيرة التي انطلقت هنا في المحافظة، ضمت مختلف القطاعات ومختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى مسيرة للدرجات وما شابه ذلك. ايضا يعني اللافتات التي تغمر معظم المناطق هنا في محافظة بورسعيد لتعبر عن وتؤكد اهمية مثل هذا الحدث الكبير، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة ونحن على بعد ايام قليلة، بالاضافة الى ان هذه اللافتات ايضا تواجدت على ميناء بورسعيد وذلك بمختلف اللغات ومختلف اللغات حتى يتسنى للبواخر والبوارج التي تقوم بالمرور من رؤية هذه يعني اللافتات ومعرفة أهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة بشكل كامل. أيضا الأعلام المصرية التي ترفرف في معظم مناطق المحافظة بشكل كبير جدا، للغاية لابد أن أجذب انتباهك إلى أن يعني شباب وفد قاموا بعمل يعني لافتة طيبة للغاية من عن طريق أكبر أو أطول علم وصل طوله ل 150 متر تم تعليقه في ميدان في أحد الميادين، ميدان الشهداء، وذلك للاحتفال، بالإضافة إلى أن عدد من الميادين الأخرى تم يعني تخصيصها لهذه الاحتفالات التي تقام حتى هذه الساعات وحتى انتهاء الاحتفال غدا بافتتاح قناة السويس مثل شارع محمد محمود، بالإضافة إلى شارع ديل السبس. على أي حال كانت هناك احتفالية كبيرة جدا هنا في هذه المنطقة أمس لعدد من الفنانين منهم الفنان إيهاب توفيق، وكان يعني تجاوب كبير جدا من المواطنين في النزول والمشاركة. أيضا لابد أن أتحدث أن يعني المواطنين هنا يعني فرحون للغاية ويقومون بالنزول للشوارع للتفاعل مع هذه الاحتفالات. ممكن كما تظهر الشاشة من خلف تجمع كبير للمواطنين، بالإضافة إلى آلات التنبيه الخاصة بالسيارات والأناشيد الوطنية، مؤكدين أن مشروع قناة السويس هو مشروع سمعني الشباب الصغير اللي وراك دي وتحت مصر الجميلة اللي بتخرج منهم شرق التفريعة. يلا يلا تعال 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 تعال. تحيا مصر حبيبي، تحيا مصر السيء، المصرية أمنا اللي حب مصر حبيبي. يعني أنا احنا بنحب مصر وبنبارك للسيسي، مبروك يا سيسي مبروك. يعني احتفالات على قدم وساق من عديد من الفئات يا احمد العمرية. انا عارفه ان الكل عايز يتكلم ويعني انا انت فين يا احمد؟ تحيا مصر ما شاء الله، ربنا يفرح المصريين كلهم يا رب، ربنا يفرحنا ان شاء الله.